السلام عليكم ورحمة الله وصباح الخير على الجميع. قضينا المحاضرة اللي فاتت التغيرات اللي سيرا للقدرة مع الفريكونسي والتغيرات اللي سيرا للرياكتيف باور مع الفولتج، وبررنا استنادا على هذه الظاهرة بررنا ليش الكنترول سيستم بتاع الباور ديكابلد من الكنترول سيستم بتاع الرياكتيف باور، لأن الكنترول سيستم بتاع الباور يعني كنترول في الفريكونسي، والكنترول اوف رياكتيف باور يعني كنترول في الجهد. مش معناها ما يأثرنش على بعضهم، في تأثير ولكن تأثير طفيف جدا بحيث انه يسمح لك انك تعمل ديكابلينج للكنترول ثيوري من هذا لهذا. هذه حاجة. الحاجة الثانية ان هذا الديكابلينج هذا يسهل علي الديزاين اوف كنترول سيستم، تمام، مع انهم يأثر على بعضهم تأثير بسيط. وزي ما قلت لكم انتم بعد ما تربط انت مع بعد ما تتحكم في الريال باور عن طريق في الريال باور والفريكونسي بمعزل عن الرياكتيف باور والفولتج، تقدر بعدها تربطهم فيما بينهم بشكل ايزي، يعني لو انك تربطت مينلي الكنترول سيستم بالشكل هذا. تمام، قلنا نحن ان الجفرنر، خذينا نحن المحاضره اللي فاتت كذلك جيمس وات جفرنر وخذينا كيف يشتغل، و خذينا الجفرنر دروب، الا وهو الجفرنر كاركترستيك اللي تشوفوا فيه قدامكم هذا، اللي هو يربط العلاقه ما بين البرسنتج تشينج في السبيد المتطلبه لتحرك الفالف من فولي كلوزد الى فولي اوبنت. تحرك الفالف من فولي كلوزد الى فولي اوبنت تعطي الفول باور تو ذا جريد. هنا الكاركترستيك هذا تلاحظ معي مع زيادة طلب القدرة حيبدأ يقل عندي الفريكونسي، يعني زيادة القدرة هنا مثلا من P1 إلى P2 حيقل عندي الفريكونسي، وإن كانت حتكون السبيد ما زالت يعني acceptable، ولكن بالنسبة للكنترول سيستم بالنسبة للجريد، ولكن في الحالة هذه يحتاج الجفرنر إلى further action عن طريق السبيدر موتر، تمام، بحيث أنه يرفع الكاركترستيك يرجع الكورسبوندينج نيو باور to the nominal frequency اللي هو 1 بير يونت. انا تلاحظ معايا مثلا التغيرات عاده يسيرا في الالكتريكال نتورك يتغير معها الالكتروماجنتيك تورك، وتباعا على ذلك عن طريق الجفرنر يتغير معايا التربين تورك. لو ان بدون جفرنر اكشن حترتفع السبيد شويه، تمام، لان قل اللود، حترتفع السبيد شويه لان قل اللود فحترتفع السبيد اي اي للفريكونسي، ولكن مع الفول جفرنر اكشن بالسبيدر موتر حيرجع يجبر السبيد انها ترجع الى النومينال فاليوم تاعها. There is a time delay between the occurrence of load change and the new operating conditions. نعم، التايم ديلي هذا ناتج لان السيجنال تبي يتم ترجمتها من تغيرات في السبيد الى تغيرات في الروتيتنج ويتس الى تغيرات في البايلوت بوزيشن بايلوت فالف بوزيشن الى تغيرات يعني الديناميك اللي يصير في الهيدروليك سيرفو موتور هذا، وبعدين تبدا تتحرك الفالف. فبالتالي هذا كله تقريبا الوقت بتاعه من 0.2 الى 0.5 سكند. خذينا المثال هذا المحاضره اللي فاتت وقلنا نحن ان الجنريتور هذا كان في النو لود ولكن كان محمل بالطاقه الكامنه ويشتغل عند ال 50 هرتز، وبعدها قال لك انا 20 ميجا وات ابلايد على الـ على الـ على الماشين هذه. كم يعني قيمه الفريكونسي اللي يهبط عنده الجفرنر قبل ما يحدث السبيدر موتر اكشن؟ تمام، في الحاله هذه تحسب انت الكينيتيك انرجي في الحالتين، في حاله النو لود وفي حاله ال 20 ميجا وات. الكينيتيك انرجي في حاله النو لود كانت فل كينيتيك انرجي، فبالتالي نص جي اوميجا 1 تربيع، هذه سميناها المعادله الاولى او في حاله النو لود. وفي الكينيتيك انرجي في الحاله الثانيه اللي لما يكون ابلايد 20 ميجا وات اللي هي نص جي اوميجا 2 تربيع في حاله الاوميجا 2. فقسمه هذين الاثنين على بعضهم حتمشي الانرشيا مع الانرشيا لان هي نفسها، وحيكون عندي الفريكونسي الجديد حيساوي الفريكونسي في الحاله الاولى في الجذر التربيعي للكينيتيك انرجي الثانيه على الكينيتيك انرجي الاولى. خلاص يبقى نجيبوا الكينيتيك انرجي الثانيه والكينيتيك انرجي الاولى. الكينيتيك انرجي الاولى هتساوي الاتش كونستانت في الاس ريتد. الاتش كونستانت معطي هنا قال لك هنا ذا ستورد انرجي اوف ذا ماشين از 4 كيلو وات سكند بير كي في اي. هذا الاتش كونستانت وان كان عطاه بصياغه جمله جديده ولكن هو نفسه لانه هو يعتبر الريشو من الاس ريتد على اسف من الكينيتيك انرجي على الاس ريتد.
تضربها في اللي هي الاس ماشين، حيعطيك الفول كينيتيك انرجي اللي هي 300,000 كيلو وات سكند. الحاله الثانيه تطرح، لان جزء بالانرجي الكينيتيك انرجي راح على الجفرنر في الحاله هذه، حتقعد هنا في الحاله الثانيه 300,000 ناقص 20,000 في 0.25 سكند، طلعت من الماشين 20 ميجا وات في 0.5 سكند، حتقعد هنا 290,000 تقسم على الاثنين على بعضهم، حتقعد 49.2. بعد ايش حيصير مع الجفرنر اكشن او مع الفول جفرنر اكشن؟ حيرجع ال 49.2 هذا حيرجع الى 50 هرتز، وترجع الكينيتيك انرجي زي ما كانت الى 300. هنا الكنترول لوب بتاعي هنا حيكون بالشكل هذا، عندي انا السنسد الفولتج مثلا والفولتج انجل، بعدها الكنترولر حيعطي سيجنال للسيرفو موتر سيرفوميتر اسف اند هيدروليك ريز، يبدا يعطي في اكشن للفولف اكوردنج تو ذيس انفورميشن. عندنا هنا لاحظ معايا ان اللوب بتاع الفولتج ديكابلد من اللوب بتاع الفريكونسي، فعندنا هذا اللوب بتاع الفولتج يتحكم في الاكسايتر، لان الاكسايتر بتاع الفولتج ما لهش علاقه بالتربين والميكانيكال باور وهذا، بل له علاقه بالديفرنس في الفولتج، فبالتالي يبدا يتحكم في الاكسايتر، يرفع الاكسايتر والله ينزله تتغير قيمه الرياكتيف باور او تقل. تمام، عندنا هنا ليش الرياكتيف باور يعني، وهذا طبعا هذا من ضمن اسباب ان نحن سمينا الرياكتيف باور القدره الغير فعاله او قدره غير الفعاله، القدره غير الفعاله. ليش هي اسمها القدره غير الفعاله؟ لانها ما هيش ناتجه من ريسورسز بتاعت الطبيعه، لانها ما هيش ناتجه من ثيرمال انرجي، كيميكال انرجي بعد تغيرت الى ثيرمال انرجي بعد تغير اسف كيميكال انرجي بعد تغيرت الى ثيرمال انرجي بعد تغيرت الى ميكانيكال انرجي بعد تغيرت الى الكتريكال انرجي، لا تغيرت ناتجه من فرق في الجهد، فهي قدره ولكن قدره غير فعاله. وكذلك استهلاكها في الاحمال، انت الهيتنج والهيتنج والكولينج وال كل شيء انت تستهلك فيه في الحمل والاضاءه وهذين معظمهم يكون ايش، طبعا الهيتنج والكولينج هذا عن طريق يعني وات مينلي، ولكن الاضاءه قد يكون جزء منها استهلاكها فيها شويه رياكتيف باور على حسب نوعيه اللايتنج اللي موجوده عندك. وكذلك الموتورينج اكشنز مثلا الحاجات اللي فيه الموتر، كيف الكولينج، كيف الفان، مثلا الهير دراير هذا الاستشوار مجفف الشعر وهذينا، فيهن محركات يعني يستهلكن في ريال ورياكتيف باور عشان يشتغلن. طبعا عندنا نحن هنا الستيم اللي جاي للفلف اللي جاي للترباين هذا منين جاي؟ جاي من البويلر، فروم ذا بويلر. البويلر هذا يشتغل عند درجة حرارة وضغط عالية جدا، فهو محمل بالطاقة الكامنة الحرارية. خلف البويلر في الفيول اللي هو المحروقات، اللي هو تعتمد اللي هو فيه جزيئاتها اصلا موجوده طاقه كيميائيه، انترنال انرجي في موجوده في جزيئات الوقود هذا، فبالتالي وانس انك انت اشعلته حيشتعل وحيتحول بالطاقه الطاقه الكيميائيه حتى بالكومبوستشن حتتحول الى طاقه حراريه داخل الووتر اللي موجوده في البويلر، وحيبدا يسخن الووتر وتتحول الى ستيم، بس مش ستيم بس، الى سوبر هيتد ستيم، بخار جاف مناسب للريش بتاعت التربين، لان لو دخلت ميه على التربين حيتاكل ان الريش بتاعت التربين حينهار، فبالتالي يحتاج الى دراي ستيم، ياخذ دراي ستيم وتتحول الطاقه الحراريه الى طاقه ميكانيكيه في التربين. بعدها الستيم اللي طالع من التربين حيمشي للريهيت، الريهيتر هذا جزء من البويلر، حتى هو جزء من البويلر، يعني المفروض ان يعني السهم هذا المفروض يكون راجع حكي للبويلر وبعدها من جديد راجع لللو بريشر تربين، لكن هنا تسهيلا بس كتبها ريهيت هنا، فيمشي للريهيتر، الريهيتر هذا حتى هو برضه هيتد من الفيول كومبوستشن، ويسخن الستيم اخرى ويدفعه في اللو بريشر تربين. ليش التربين يعملون في اكسبانشن الى هاي بريشر تربين ولو بريشر تربين وانترميديت بريشر تربين وهكذا؟ يعني هذا لزياده الافشنسي بتاع الباور بلانت، لانك انت لو عملت ستيم اكسبانجن على توربينه واحده بس حتكون عندك الاوفر اول سايكل افشنسي اقل،
من لما يكون عندك الاكسبانجن متمدد على اكثر من توربينه، هاي بريشر لو بريشر توربين وهكذا. لما يكون التمدد الاكسبانجن اللي يصير في التوربين لما يكون على اكثر من توربينه حيكون الافشنسي اعلى. تمام تمام. بعد تتغير الاضاءه الكهربائيه اللي احنا فاميليير معاها وهكذا. طبعا عندنا هنا هنا قال لك تو فاكتورز تو فاكتور ها تو فاكتورز اسف هنا مفروض يكون فاكتورز مفروض يكون في اس هنا تو فاكتورز هذا لارج انفلونس اون ذا دايناميك ريسبونس اوف ذا برايم موفر انترينيد ستيم بتوين ذا انلت فالفز اند ذا توربين انترينيد ستيم يعني كميه الستيم اللي طالع من الفالف للتوربين. بعدها قال لك ذا انرجي ستورد ان ذا ريهيتر ويتش كوزز ذا اوتبوت of the low pressure turbine to lag behind the high pressure turbine. يبقى اول حاجه تعتمد عليها الـ شنو الدايناميك ريسبونس، شو معناها دايناميك ريسبونس؟ دايناميك ريسبونس يعني ايش؟ يعني الـ الـ الطريقه اللي توفي بها الباور بلانت الحمل. يعني بمعنى مثلا عندي انا تغير في الحمل صار بالشكل هذا، مثلا عندي انا تغير في الحمل صار عندي بالشكل هذا، هذه قدره الالكتريكال باور احسبها خليها بالاحمر هنا. تغيرت الالكتريكال باور تغيرت من قيمه كذا الى قيمه هك، تمام؟ تغيرت هذا sudden application of load. تمام. كيف تتغير شو المقصود بها الديناميك ريسبونس بتاع البلانت؟ مقصود بها الوسيله اللي توفي بها الميكانيكال باور الالكتريكال باور with time. هنا with time هنا باور سواء كانت الكتريكال ولا ميكانيكال. هتقعد هنا هتقعد مثلا هل حتوفيها بالشكل هذا؟ هل حتوفيها بالشكل هذا؟ هل حتوفيها بالشكل هذا؟ تمام. ففي عندنا دايناميك ريسبونسز واجد توفي بهن الميكانيكال باور الالكتريكال باور او توفي بهن الباور بلانت التغيرات اللي سيرا في الاحمال. فالزمن او الدايناميك ريسبونس هذه على ايش تعتمد بالضبط؟ قال لك انا تعتمد على كميه الستيم اللي طالعه او سرعه الستيم او كميه سرعه وكميه الستيم اللي طالعه من البويلر للتوربين، وكذلك الريهيت سكشن. الريهيت سكشن هذا وكذلك قال لك انا ذا انرجي ستورد ان ذا ريهيت، يعني ضروري تكون عمليه الهيتنج في الريهيت هذه ضروري تكون سريعه بما يكفي بحيث ان هي تطرح الستيم بالحراره المتطلبه الى اللو بريشر توربين. تمام تمام تمام. فيبقى هاي بريشر لو بريشر، يعني مش هذا هو الاهم من درجه الحراره؟ يعني درجه الحراره مهمه، وان كان البريشر حتى هو مهم جدا لحفظ الافشنسي بتاع البلانت، ولكن ما دام انه هو طالع ريديوسد انرجي ستيم، طالع لو بريشر لو تمبراتشر، من الهاي بريشر توربين طالع هنا فيري لو ستيم فيري لو انرجي ستيم، يعني هنا طالع لو بريشر لو تمبراتشر، ليش ما نرفعوش درجه حرارته شويه؟ ما فيش مشكله لو رفعنا درجه حرارته شويه، زدنا الانثالبي او كميه الهيت انرجي بتاعه ودفعناها للو بريشر توربين. تمام. فهذا احسن من انك انت تخلي لو بريشر ولو تمبراتشر من وجهه نظر الافشنسي. The energy stored in the air heater which causes تمام، هذا اللي تعتمد عليه الديناميك ريسبونس اللي توفي بها الباور بلانت الاحمال. تمام. انا كاتب مش هن هذين الفاكتورز الوحيده اللي اثرا في الديناميك ريسبونس اللي انا وريتها لكم تو، في فاكتورز ثانيه غير اللي موجوده في الكتاب هذا. شنو هن الفاكتورز هذين؟ Let's discuss them. ممكن حد يطرح موضوع النقاش هذا او يحكي لنا شنو هن ممكن الفاكتورز اللي يوفن في قيمه في الديناميك ريسبونس بتاع الباور بلانت. شنو تتوقع انت الفاكتورز هذين العوامل اللي اثرن على الطريقة اللي توفي بيها الباور بلانت الأحمال؟
تمام. يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على القدرة غير العاملين هذين، مش هي بس الانترينيد ستيم ما بين الفالف والترباين، يعني ما بين الفالف والترباين، وكذلك مش هو نفسه يعني مش بس كذلك الانرجي ستورد في الريهيتر، وانما نوع الفيول. لو انك انت تحكي على كول اكيد حتكون احتراقه مش كيف احتراق الغاز الطبيعي، صح ولا لا؟ يعني لو انك انت نوع الفيول، لو انه هو كول والله ناتشرال غاز، لو انه هو كول حيكون احتراقه ابطا، فبالتالي الديناميك ريسبونس حتكون ابطا منه لو انه هو ناتشرال غاز. حتفرق عندي من لما تكون الـ يعني الـ هذا، حتفرق عندي كذلك من الكاركترستيك بتاع الجوفرنر، حتفرق عندي كذلك من نوعيه البويلر، هل هو وان ثرو بويلر والله درم بويلر. الدرم بويلر ابطا من الوان ثرو بويلر، هذين كلهن عوامل ياثرا في الديناميك ريسبونس بتاع البلانت. ولكن زي ما قلت لكم انتم يكفيك انك انت لو سالتك على عوامل انك انت تذكر العامل الاول والثاني، لان الكتاب هذا لطلاب البكالوريوس، وان كان انت زي ما قلت لك انت حاب انك انت تعرف العوامل الثانيه هذه. تمام. Division of load between generators. The use of speed changer enables the steam input and electrical power output at the given frequency to be changed as required. تمام. تتغير معايا الريال باور، تقدر انت ترد السبيد الى وضعها الطبيعي او السبيد الى النومينال سبيد بالسبيدر موتر او سبيدر سبيد تشينجر. The effect of these two machines can be seen in figure 4.8 اللي هو figure 4.8. Is this figure or no? لحظة بس. Figure 4.8. حنصلحها هذه معلش. The output of each machine is therefore determined by the governor characteristics, but can be varied. لحظة بس. مش شايفين إيش دكتور. لحظة بس معلش أنا آسف شتنها. The effect of these two machines. Of this on two machines can be seen in figure 4.8 اللي هو الفigure هذا عندنا نحن. The output of each machine is not therefore determined by the governor characteristic but can be varied by the operating personnel to meet the economic and other consideration. طبعا عندنا هنا لو ان مثلا عندنا هنا ماشين A وماشين B، مثلا تغير الحمل عندي، تمام، تغير الحمل عندي من لود B من لود A إلى لود B. هنا تغير عندي الحمل من لود A إلى لود B. بالنسبة للماشينز هذين ضروري يتم توفية الحمل بحيث أن يكون هن الاثنين عند نفس الفريكونسي من جديد، بمعنى أن نحن اللود B هذا لما تغير كانت الماشين B هذه أو الماشين اللي هو آسف أيوه نعم الماشين B هذه كانت قريبة أوريدي من الحمل، ولكن الماشين A اضطريت انك انت تنزلها شويه بحيث انه يتقاطع هذا مع هذا ويوفر لنا الاثنين لود بي، وكذلك يكونن قريبات من نومينال فريكونسي. طبعا تقدر تخليهن هن الاثنين برضو يجن عند الواحد بريونت، لو انه تغير اللود من لود بي الى مثلا سي مثلا لود سي، هنا لود سي مثلا على سبيل المثال، تضطر انك انت ترجع الماشين اي الى وضعها الطبيعي بحيث انه يتقاطعا ويرد الى ويرجع هن الاثنين corresponding to the nominal frequency. طبعا زي ما قلنا نحن ان في البدايه يبقى الكاركترستكس هذين مثلا بتاعت الماشين اي والماشين بي، لاحظ معايا ان هن الاثنين مش متساويه، الميل بتاعهن مش متساويه، ولكن السبيدر تشينجر سبيد تشينجر يرفع هذا والله ينزله بس بحيث انه يخليني يتقاطع، لكن ما زال هن كميولات مش متساويه.
الجفرنر دروب ولا الكاركترستيك اللي هو اللي حدد العلاقه ما بين التشينج في السبيد والتشينج في الباور ولا التشينج في الفالف بوزيشن، هذا يعني يتراوح من 4% الى 6%، وقيمته موجبه هو الريجوليشن وان كان او الدروب وان كان نحن نرسمه فيه نيجاتيف. The flow of power between the two nodes is determined largely by the transmission angle. والreactive power, the flow of reactive power is determined by the scalar difference in voltage. لو خذينا نحن طبعا هذه السلايد هذه المفروض تكون يعني حكينا عليها في البداية بما يكفي، فهنا بس يوضح لك ليش هو الكنترول of real power corresponding to the control of frequency. عندنا نحن هنا two synchronous generators operate in parallel and supply a total load of 200 megawatt. The capacities of each machine is 100 megawatt and 200 megawatt and have both governor droop characteristic of 4%. هن اثنين عندهن governor characteristic قيمته 4%. تمام. From no load to full load, calculate the load taken by each machine, assuming free governor action. يعني قبل ما يتحرك السبيدر موتر مقصود بها free governor action، قبل ما يتحرك السبيدر موتر يبيك تحسب ايش؟ يبيك تحسب اللود اللي تاخذه كل ماشين assuming free governor action. طبعا عندنا هنا في المسائل النوعيه هذه من المسائل، ما دام ان اعطاك قدرتين واعطاك معاهن يعني الكاركترستيك او الدروب كاركترستيك، فالافضل انك انت تحلها بطرق حساب المثلثات كالتالي. عندنا نحن ترسم العلاقه ما بين الباور والفريكونسي، العلاقه هذه ترسمها على شكل مثلث بحيث انها بحيث انك انت تبدا في الحسبه بتاعك بشكل جيد. عندنا هنا سبيد اور فريكونسي، عندنا هنا الباور. عندنا هنا المشين الاولى تتغير بنسبه 4% لما تتغير من نولود للفولود، يعني هتكون بالشكل هذا تغيراتها مثلا عند القيمه 100 ميجا وات. طبعا هنا السلوب مفروض يكون نيجاتيف، ولكن انا حنقول لك ليش رسمتها بالشكل هذا عشان نسهلوا الحسابات فقط. الثاني هنا من 1.04 الى 1 يتغير الأول بمقدار 100 ميجا وات، الثاني برضو من 4% إلى 1 أو من 1.04 بريونت إلى 1 حيتغير من 0 لعند 200 ميجا وات. تمام. يبيك تحسب تو أنت إيش؟ يبيك تحسب قال لك الأحمال هذين في بينات حمل قيمته، الحمل هذا قيمته كم؟ قيمته 100 ميجا وات أو آسف 200 ميجا وات، supply total load of 200 ميجا وات. يعني عندنا نحن خط horizontal line يقطع فيه هنا الاثنين، قيمة ال horizontal line هذا من هنا لعند هنا قيمته 200 ميجا وات. تمام. لو جينا نحن بنحسبوا الكلام هذا، هو عندنا نحن بطرق حساب المثلثات هو يبيك تجيب التوتال لود تيكن باي ايتش ماشين، يعني ممكن تسمي هذه اكس
ممكن تسمي هذه اكس، وهذه حتقعد عندك انت 200 ناقص اكس. وتحسب اللود تيكن باي ايتش ماشين. عندك انت بالنسبه للاولى سمي الارتفاع هذا الفا، واقسم عندك انت الالفا على الاكس من طرق حساب المثلثات. انا نسبه الاضلاع الفا على اكس حتساوي الضلع هذا الكلي اللي هو 0.04 او 4% على 100، حتقعد 4% على 100. لو خذيت واحد بريونت خذ الاخر بريونت، لو خذيت واحد اكشول خذ الثاني اكشول، فنحن ناخذ هذا اكشول له برسنتج اكشول 4% على 100 تمام، او 4 على 100 ويساوي عندها 4 على 100. الثاني نفسها هي الالفا، هذه تسموها المعادله رقم 1. المعادله الثانيه من الفا على 200 ناقص اكس حتساوي 4 على 200. يعني هنا بس انا حاب نحذف البرسنتج هذه بحيث انها ما تسبب لكس كونفيوجن، ان نحن لو خذيت هذه اكشوال تاخذ الثانيه اكشوال، تاخذ الثانيه اكشوال تجد 4 تمام، وتقدر تحلها برضه باليونت تعتبره 0.04 على 1 بريونت باعتبار 100 ميجا فولت امبير، يعني 100 ام في اي بيس. وهذه المعادلة الثانية، معادلتين في مجهولين تجيب منهن قيمة الألفا والإكس. يعني من هنا هتقعد from 1 from 1 أوه رقم واحد، هتجد عندنا هنا الألفا هتساوي 0.25 إكس، بعد هتجد substitute in 2 هتتحصل على الألفا والإكس، هيطلع عندك قيمة الإكس هتساوي 66.66 ميجا وات، و 200 ناقص اكس هتجد قيمتها بالتالي 133.33 ميجا وات. هذا اللود تيكن باي ايتش ماشين، هذا ذا لود تيكن باي ايتش ماشين، ذا لود تيكن باي ايتش ماشين. تمام، طبعا زي ما قلت لكم انتم ان السبيدر جير ممكن او السبيدر موتر اسف سبيدر موتر ممكن انه يرفع او ينزل الكاركترستيك بحيث انه يردهن عند الواحد باليونت من جديد عند قيمه ال 66 و 133، ولكن قال لك انا ازيوم فري جفرنر اكشن، يعني عندك انت تقدر تديرها بحمل معين، يعني الحمل هذا تفرضه عند قيمه معينه مثلا من الفريكونسي وتحسب بالحسبه بتاع الالفا والاكس وهكذا. هذه حاجه. الحاجه الثانيه نتلاحظ معايا ان المشين اللي ريتنج بتاعها 100 خذت 66، والمشين اللي ريتنج بتاعها 200 خذت 133. يعني لما يكون الـ نفس الكاركترستيك، نفس الجفرنر كاركترستيك للماشينز، معناها هياخذن المشينز هذين القدره حسب الجهد متاعها، حسب البوتنشال متاعها، حسب الكباسيتي متاعها. وحده كباسيتي بتاعها 100 ما تعطيهاش 133، لا اعطيها 66. وحده الكباسيتي بتاعها 200 اعطيها ال 133، فبالتالي ذا ايكوال كاركترستيك. هنا لو سجلناها كملاحظه بس، هنا ذا ايكوال
Governor Drew. Oh. مش عارف ليش ما تمشيت متحة لحظة بس اوكي هاي the equal the equal governor drew the equal governor droops is a good advantage is a good advantage because each machine will take the load اوه لحظة بس خليني اكتبها هنا بعد اذنك معلش خلينا نكتبوها في مكان ثاني خلينا نكتبوها على الوايت بورد احسن هنا يبقى هنا بس نمحو الكلام هذا الملاحظة هذه حنكتبها على الوايت بورد يكون احسن بعد إذن كم لحظة بس واضح حل السؤال؟ مش مبين دكتور غير صوتك لا عارف قصدي حل المثال ما زال عارفه مش مبين انا قاعد نعالج فيه تو لكن قصدي الشرح اللي تو واضح؟ واضح واضح دكتور عندنا هنا بس بنكتب ملاحظه هنا each machine بخصوص for equal droop equal droops of the generators each machine has taken the load according to its capacity according to its capacity which is advantageous which is an advantageous feature يعني هنا ميزة ان
يشتغلن هن عن نفس الدروب. هذه ميزة تعتبر لأنها which is advantageous operation أحسن. خلينا نقول advantageous operation لأن مع الإيكوال دروب كل ما لو أن كل جنريتر يعني جميع المولدات اللي في الشبكة يشتغلون عن نفس الدروب، كل مولد هياخذ الباور على حسب الكباسيتي بتاعه. ما فيش مولد ياخذ مثلا 100 واحد 200 وهكذا. ف يعني على حسب ال يعني بشكل عشوائي هيك وخلاص. الايكوال دروب كاركترستيك للجفرنر حيوفر لي الخاصيه هذه. تمام، حيوفر لي الخاصيه هذه. هل مفهوم هو تو المثال هذا من ناحيه الحسبه؟ هل في حد منكم حاب اني انا نعود له؟ لو سمحتوا معلش ممكن تصحوا معنا شويه وتحكوا لو سمحتوا. لا واضح دكتور، واضح كل شيء، واضح تمام الحمد لله. بقيه لا دكتور واضح. تمام دكتور، تمام خلاص. تو عند هنا نحن حنوقفوا لعند هنا ونخلوا في حندخلوا المحاضره الجايه في الرياكتيف باور، ولكن زي ما قلت لكم انتم يعني I hope إنكم أنتم تذاكروا للمحاضرة الجاية، لأن حتى هذين يعني خلاص أنا بعد هذين بنعطي أنا drill problems عليهم. نحن عطينا homeworks بما يكفي drill problems هذين للأناليسز، لكن أنت بس ريكر راهو الفاينل. حيكون تبي له جهد من ناحية المذاكرة وهكي. تمام، تبي له مجهود كبير جدا من ناحية المذاكرة. الفاينل بالذات ضروري أنت تسعى يعني تسعى أنك تذكر له بطريقه اكستنسيف، وتبدا ان شاء الله تذاكر المحاضرات اول باول، وتسالني اذا كان عندك انت اي مشكله بخصوص الماده هذه. باهي، نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، وجزاكم الله خيرا. والمحاضره الجايه ان شاء الله هناخذ الكنترول اوف رياكتيف باور اند فولتج، وباحتمال بعدها يعني خلاص حيكون عليها محاضرتين ثلاثه هيك، وبعدين حنخلصوا المنهج ان شاء الله. هل في حد عنده أي سؤال قبل ما ننهي المحاضرة؟ نعم؟ لا دكتور كله تمام. شكرا، بارك الله فيكم على حسن الإنصات وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية دكتور. يعطيك العافية دكتور.